يا صباح الورد لأحلى صبايا بالدنيا وصباح الجماعات والرفقات وأحلى شيء إنه اليوم شو يا عندي اليوم رح يجي يزوروني جاراتي التركيات فهون أنا بلشت أضبض البيت بعد ما راح زوجي وولادي على الروضة الله يحميهم يا رب بتعرفوا انتوا اجباري نحن اول ما من في من النوم من دون ما يجينا ضيوف من ضبضب. فانا صراحه ما كتير يعني عندي شغل او بده تنظيف كتير بس بدي تكنيسه على مسحه ارض هيك قبل ما يجي الضيوف واعطر هالغرفه هيك بكون جاهزة، وأنا لما بيجيني ضيوف عندي مكانين بنظفهم أكثر شيء، هي غرفة الضيوف يعني هي غرفة الصالون نفسها، والحمام، هدول المكانين أكثر شيء بحسهم لازم يتنظفوا، أنتوا اكتبوا لي رأيكم أكثر مكانين شو هن برأيكم لازم يتنظفوا لما بيجوا ضيوف، هون كنت عم بمسح بمكسة الدايسون في صبايا قالوا لي تسنيم انه بعد ما جربتي احكي لنا عنا كيف هلا انا صراحه أنا عن تجربتي كثير حبيته وعجبتني بس في شغله كثير مهمه يلي حابه احكي عنها كثير ضروريه اكيد صبايا انا عم بحكي عن الممسحه الدايسون يلي جبتها جديده هلا في صبيه حكت معي تواصلت مع الخاص قالت لي انه انا حكيت مع الشركه وهي الشركه ما نصانع هاي الممسحه هي فعلا الشركه اذا صنعت هاي الممسحه رح تطلب سعر كتير غالي وهي كل سعر الممسحه 600 ليره تركي فهون قالت لي انه قالوا لانه اي دخول مي للمكنسه او كذا نحن ما بنصلحها وهالشغلات انا ما بعرف هيك حكت لي الصبيه حبيت احكي لكم هذا الكلام بس انا يعني عن تجربتي انه المي ما بتدخل لجوات المكنسه لانه هي ما بتشفط المي هي بس بت تتحرك الدويرات اللي شايفينها بالارض بس وبعد ما خلصت طبطة يا صبايا هون بلشت اعمل الحلو حبيت اعمل عيش السرايا حلو مشهور وكتير صبيه في صبيه كمان طلبته مني على فكره اول شيء حبيت اعمل الشربه فحطيت كاسه ونص سكر مثل ما كنتم شايفين بضل بحركه على النار لحتى يدوب السكر تدريجيا شايفين لحاله بيدوب وبيعطينا هذا اللون البني الفاتح يعني نحن عم نعمل الكراميل على فكره بعد ما يدوب كل السكر هون بنجيب آه معلقه سمنه معلقه زبده اسفه وبضيفها فوقه وبعدين هون بيكون جنبي على جنب حاطه كاس ونص مي سخنه لازم تكون عشان ما ينسك السكر عرفتوا بعدين بنضيفها وبنخليهم يغلو بعدين بيصير معنا هذا الشربه او مثل القطر عرفتوا هون انا جبت صحن بيركس وحطيت فيه آه هذا التوست اللي بكونه مأمر بتقدروا انتوا تجيبوا توست عادي ابيض تأمروه بالفرن وتشيلوا اطرافه وبتقدروا ما تشيلوا اطرافه هذا بيجي هيك بالسوبر ماركت مأمر آه انا بشتري كرمال هاي الوصفه عيش السرايا بعدين هلا مثل ما انكم شايفين انا حطيت هيك الطبقه هون بشربها آه بالشربه اللي عملناها انا وياكم مع بعض هون بترك الخبز مع القطر اللي حطيناه ليتشربه لي هون بسوي المهلبيه مثل ما شفتوا حطيت اربع كاسات حليب بعدين راح احط اربع معالق نشا وبعدين راح احط ثلاث معالق طحين ان شاء الله راح اكتب لكم الوصفه بصندوق الوصف يلي بيحب يجربها وبعدين هون بحط معلقه ماء زهر بس هذا ماء الزهر مو اصلي لما بيكون اصلي بتحطوا كم نقطه عرفتوا هون بحركه على البارد لسه ما شغلت عليه النار وبعدين بعد ما ادوبه واتاكد منه بشغل النار عليه وبس يغلي فورا رح يمسك وتصير عنا الطبقة جاهزة وبصير الطبقة جاهزة اكيد رح نسكبها فوق الطبقة الاولى هون مثل ما كنتم شايفين بلشت تغلي لما بتغلي بطفي النار وبحط معلقة زبدة وبحركها مع لحالها بتدوب لانه هي بتكون سخنة عرفتوا هون خلص هيك بتكون صارت المهلبية عنا جاهزة رح اسكبها وأدخلها على البراد بس انا رح احطها بالثلاجة لانه ما عندي وقت زيادة عرفتوا اذا عندكم وقت زيادة حطوه بالبراد شي اربع ساعات احسن هدول جاراتي الاتراك اول مرة بزوروني ببيتي يعني فانا حابة يعني انه اضيفهم واعمل لهم شي مرتب بدنا قالوا لي نجي نسولك على فنجان قهوة حرام بس انا قلت لحالي انه اول مرة بزوروني فقلت بعمل هذا الحلو ونفس الوقت قلت رح اعمل صحن هيك مثل فرنسي او انجليزي يعني اللي بتقولوا له اسمه اللي بتحبوه انتو آه انا هون قلت لحالي انه بدي اعمل شيء سريع و... وسهل وبعجينه وحده فجبت عجينه ميلي فوي هي بيف باستري آه جبتها وصرت اعمل منها كتير شغلات حبيت اشارككم اياها لانه هي الطريقه هي الطرق كتير حلوه بنفس الوقت سهله جدا تقدروا تعملوها بالبيت اول شيء حبيت اعمل كروسان آه اول شيء جبت شو عندي مرتديلا شرايح فحطيت آه فقطعت شفتوا انتم فوي يعني بف باستري هيك قطعتها بمثلث وبعدين حطيت عليها شريحه مرتديلا ونص شريحه اشقوان دورتها هيك ام صار عندنا هذا الشكل مثل الشكل كتير طريقته سهله على فكره كتير حبوا اولادي يعني كتير بحبوا يعني وكتير منيح للمدرسه للروضه حبيتوا تبعتوا لاولادكم معهم يعني باللاش بوكس باي شيء بتحبوا تقدموه كمان طيب بالمناسبات بالحفلات فانا مش هيك حبيت اعمله صراحه فهون هيك صار عندنا بهذا الشكل راح اكوني احطهم صينيه الفرن وكوني مشغله الفرن عيار درجة حرارة 200 من فوق وتحت لحاله بصير اكيد ما بنسى انه ادهنهم صفار بيضة فبحط صفار بيضة على وشهم مشان يعطينا هذا اللون الحلو كتير يلي بجنن عن جد وبنفس الوقت عن جد جربوها بنصحكم فيها كتير رح تحبوها وتعشقوها بنفس العجينة حبيت أعمل بيتزا بطريقة كتير سهلة بنفس الوقت بطريقة بشكل المروحة جبت العجينة قطعتها مربع ومتل ما شفتوا بالسكينة بكل زاوية هيك جروحتها بعدين حطيت يا أما صوص البيتزا إذا عندكم أو كاتشب انا هذا الموجود عندي كاتشب حطيت كمان جبنة الاشقوان المبشورة وبعدين صرت اسكرها مثل ما كنتم شايفين هيك بيصير عنا الشكل المروحة بتقدروا بالاخير يا اما تسكروها ببندورة يا اما بزيتونة يلي بتفضلوه بتحبوه وبصير معنا هذا الشكل عن جد كتير حلوة وبتجنن قولوا لي رأيكم فيها هون بعد ما طلعت الصينية حبيت فرجيكم اياها نفس الشي كمان رح ادهنها صفار بيضة ودخلها على الفرن كمان نفس درجة الحرارة وهيك بتكون صارت جاهزة عنا هون زاد عندي قطعتين عجينتين فقلت لحالي شو بدي اعمل فيهم انا صراحة ما بحب على الثلاجة قلت لحالي راح اعمل فيهم وصفة حلو مع حلو العيش السراية فقطعتهم مربعات مثل ما كن شايفين وهلا بعدين بقول شو بدي احشيهم نفس الطريقه راح احطهم بالفرن وهيك ادهن وشهم اذا بدكم ما تدهنوا وشهم كمان بتقدروا بس انا بحب ادهن وشهم لانه بيعطي اللون الصفار واضح وبيعطي يعني جماليه اكثر هون حبيت اعمل التبوله التركيه التبوله التركيه كتير طيبه وأنا كتير بحبها على فكره زمان ما عملتها اول شي حطيت هيك مثل ما انكم شايفين كاستين برغو ناعم اللي مستخدمه للكبه بعدين بضيف فوقه كاس ونص مي سخنه على فكره طريقتها الى طريقه خاصه على فكره في ناس بتعملها بطريقه غلط ما بتطلع معهم النكهه مثل ما بيعملوها الاتراك اذا ما بتعملوا هالطريقه اصلا ما بتطلع معكم ناجحه وما راح تحبوها مثل ما انا بحب انا انه من زمان جارتي التركية علمتني اياها وقالت انه هي طريقتها الصحيحه في ناس ما بيعملوا بهالطريقه فما بتطلع طيبه هون بسكر عليها بغطيها وبتركها اللي ما افرم بصله لازم تكون بصله كبيره يعني منيحه كميه عرفتوا بفرم بصله ناعم جدا كرمال شو كرمال التبوله وانتو صبايا بتحبوا التبولة التركية او دايقينا اذا ما نكون دايقينا عن جد بدي تجربوها وتدوقوها وطريقكم اذا ما حطيتوا لي لايك لهلا شو شو منتظرين حطولي لايك اشتركوا بالقناه شاركوا الفيديوهات مع رفقاتكم ان شاء الله يا رب تكونكم عم تحبوا الفيديوهات وعم تعجبكم وعم تستفيدوا منها هون بعد ما فرمت البصله حطيت زيت زيتون كميه كبيره بيحطوا زيت زيتون وبيقلوا البصل بس يتقلى ويتحمر يعني يتحمر هيك يعطي حمار شوي هون بنضيف معلقه دبس بندوره يعني معلقة طماطم معصورة وكمان معلقة دبس فليفلة هون كمان ضفت أنا بضيفها حلوة لأنه ما بناكل حد يعني ما بجيبه حتى حد أنا أصلا بعدين بحركهم بعدين بضيف عليها معلقة فلفل أسود وبابريكا وملح وهون بحركها وهون بكون خلص يعني كل شيء ظابط بس بحركهم مشان البهارات مع بعض يختلطوا وبعد ما يختلطوا هون بضيفهم على البرغل هون البرغل لساته يعني بكون سخن بس اه تفنشت البرغلة وشربت المي بضيفهم هدول وهدول بكونوا سخنين كمان فما بنقدر ندعكم بايدنا لانه نحن لازم ندعك بايدنا فما بنقدر فهون انا برجع على فكره باخذ هذا البرغل وبعمل هاي الطريقه هي طريقه بتخليكم تاخذوا كمان من الزيت يلي حطيتوه عرفتوا وأول شي الزايد كمان كتير منيح هاي القصه هون أنا رح أحركها بالمعلقة بس تحريك عادي لأنه ما بقدر أصلا أدعكها لأنه كتير سخنة رح أتركها هيك لتبرد لحالها بس تبرد ببلش أدعكها صراحة لما بندعك هاي الدعكة في هلا اتراك بيستخدموا عجانة بهاي الطريقة بيستخدموا العجانة اللي تدعكها بشان يعني يوصلوا للنتيجة اللي بدهم هون انا بدي احط الخضرة اللي بنحطها بنحط بقدونس وخس وبصل اخضر وبندورة واحيانا بيحطوا ملفوف احمر او ملفوف ابيض وكمان بيحطوا مخلل خيار انتوا اللي بتحبوه بس بتكون كمية البرغل دائما اكتر من كمية الخضار عندهم مثل ما شايفين هاي الكمية اخر شيء آه بعصر حوالي ليمونتين لانه الكمية انا عملتها كبيرة بس هي يعني بدها هاي الكمية كبيرة فبدها ليمونتين حطيت ملح وبحط كمان زيت زيتون هي بتشرب كتير زيت زيتون هي الوصفه كتير بتشرب زيت زيتون هي بتحبه للزيت الزيتون بيقولوا له وبعدين بنحط دبس الرمان وبنحركها وعن جد بتاكلوا منها ما بتشبعوا انا كثير بحبها كثير كثير فهيك بتكون صارت جاهزه عنا تبولتنا تب حبيت افرجيكم شو لبست لبست هذا التياب اللي جبته عيد ميلاد عمر طلعوا ولبست أه هذا الشال عليه عملته بهذا الشكل والجاكيت الأحمر والتنورة البيضاء هيك حبيت ارتب الصحون عطوني رأيكم فيها وشو رأيكم بالترتيب وحبيت استخدم الصحون الخشب لأنه بحبها وحطيت كمان كبة نية بالعدس هي بشتريها جاهزة من الماركت وهيك صحوني وقولي رأيكم فيها حابة أحكي لكم كيف تعرفت على جارات التركيات هدول في جارة من الجارات بالعيد ضيفتها من المعمول العيد فهن بيكونوا قرايبينا بنفس المجمع ساكنين مجمعي المهم فيوم ما الحلويات قالوا له من وين هدول قلت لهم انه عن في جارة سورية وكذا وصارت حكت عني فهون قالت انه هي بتشتغل على اليوتيوب وكذا فهون تابعوني على الانستغرام ومره بعتتلي لي بالتركي ورديت عليها بس ما لي خبر انه جارتي قالت لي انه انا جارتك ومرتين ثلاثه شفنا بعض بالاسانسير سلمنا على بعض بس ما يعني كتير يعني حكينا بتعرفوا انتوا الواحد بيكون مستعجل يا اما شايل اغراض فمن يومها انه قالت لي انا كنت حابه نتعرف عليكي بس اخجل المهم بعدين هون حكت معي على الخاص وقالت لي انه انا جارتك بالبنايه بحابه اجي زورك قلت لها يا السلامه وهيك صار سبحان الله وتعرفنا على بعض وكتير انبسطت اه هي اجت هي وحماتها اه هون عم بفرجيكم شو عم بعمل اه كنت عم سوي الحلو اللي عملته بالعجينه شفتوا انتو فتحته بالنص وحطيت كريمه شانتي وطلعت عيش السرايا وحطيت فوقها هاي القشطة هي قشطة سورية كتير طيبة وحطيت فوقها الفستق الحلبي كزينة هي القشطة بنكهة العسل رح أحكيكم شو قالوا لي عن الأكل آه قالوا لي عن الحلو عيش السرايا قال كتير طيب حتى قال نكهة الكريمة أو إنه القشطة نحن بنقول قشطة هن بيقولوا كريمة عندهم بتركيا قال كتير طيبة قالت لي من وين جايبتيها صارت تسألني وقالت لي انه لما دقت المعمول بسموه كرابية هن عندهم بتركيا قالت لي انه في شغلة استخدمتيها هي النسلة قالت لي منهم بتجيبيها قلت لي ما انا موجودة بتركيا يعني انه من السوبر ماركات تركيا بنجيبها من, من عند السوريين فقالت لي لا لازم لازم تاخديني عن محلات السورية عشان اجيب منها هالشغلات لانه عن جد شيء ظريف كتير وحبته يعني وقالوا وحب حابة كتير تسوي انه المعمول قال كتير طيب هاي الحلو باخر شيء بضيف عليها صوص الشوكولا مثل ما كنتم شايفين وكتير طيب قالت لي كتير طالع معك طيب كمان حبوا كتير حبوا الاكلات وقالوا لي انه التبوله التركيه مثل ما بنعملها كتير طالع معك زابطة وهيك سكبت القهوه وقدمت لضيوفي صباح يا جار مرقني ما مأثر ريحة تكون شدتني فين جاني فيقني يسعد صباح وانا وغلمي المقلوب جدا عايش حياتي يا عيني بلا مسؤولين هلا راحوا جاراتي جايبين لي هاي الهديه تعالوا نشوفها مع بعض عن جد كثير انبسطنا بالقعده وكثير انبسطت فيهم وبجيتهم كثير يعني ناس طيبين وقلبهم كثير طيب هون كنا انا وجارتي عم نحكي عن الكريمة او القشطة نحن من قلها قالت لي كتير عاطي نكهة كتير لذيذة قالت لي عجبتها كتير فقلت لي فرجيني ففرجيتها اياها فقلت من جيبها من عند السوريين آه هاي الهدية اللي جايبيلي اياها آه هي عبارة عن صحن آه بيجي تحته قاعدة خشب سبحان الله انا عندي هيك شي بس كمان حلو هذا للفول وغير شي واشياء تانية ان شاء الله يا رب تكونكم انبسطتوا بالفيديو واستمتعتوا فيه اذا حبيتوا ما تنسوا من اللايك والاشتراك وتشاركوه مع رفقاتكم ما تنسوا تتابعوني على حسابي على الانستغرام بحبكم كثير وهلا بقولكم سلام